السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وبرنامج أصداء الشارع الذي يأتيكم من على شاشة قناة سامراء الفضائية. مشاهدينا، لازلنا في ملف هو كما يقال طال انتظاره، وربما محاولات الحكومة بين الفينة والأخرى لحسم موضوع النازحين فيه نوع من البطء ونوع آخر من الإشكاليات الأمنية، وأيضا يقابله مصير تلك العائلات. احنا عندنا نازحين موجودين بالمخيمات، وعندنا نازحين في المدن متفرقة مساكنهم بمناطق مختلفة، سواء كان في محافظات إقليم كردستان ومحافظات أخرى. لكن بصورة أو بأخرى، على الرغم من أن عودة بعض النازحين إلى مناطقهم، بقى الآخر أو الجزء الآخر من النازحين ربما عندهم نوع من التخوف، بالإضافة إلى أنه عندهم بعض الالتزامات أصبحت في مناطق مختلفة من مناطق سكنهم. هذا شنو ولد عندنا؟ ولد عندنا نقص في أداء مهام كبيرة داخل المدن، إعادة إحياء هذه المدن وإعادة مشاركة تلك العائلات برسم الحياة الطبيعية وإعادتها إلى شكلها الطبيعي قبل دخول داعش الإرهابي عليها في منتصف 2014. الأسباب الأساسية اللي بين هذه وبين هذا طبعا هي مختلفة، بين الأمنية وبين الخدمية وبين الاقتصادية. السبب الأمني الأساسي هو أنه بعض المواطنين يتخوفون من العودة إلى مناطقهم، لأنه ربما أكو إشكالات أمنية أو عمليات انتقام، أو أصلا هو عنده تخوف من الجهة الأمنية اللي موجودة في هذه المدينة، دفعت بأنه يخشى على نفسه أنه يرجع إلى هذه أو إلى منطقته السابقة. هذا جانب. ناهيك عن مشكلة أساسية، هي مشكلة التشابه بالأسماء اللي تحدثنا عنها أكثر من مرة. وبعدين صارت عندنا مشكلة أساسية هي لأنه يخاف حقيقة، يخشى مصيره يكون مشابه لمصير المغيبين اللي ما حد يعرف لحد الآن وين صاروا. هذا بالجانب الأمني. الجانب الخدمي أساسا هي ضعف وجود الخدمات في هذه المدن دفع بالمواطن أنه يبقى في منطقة هو مأجر بها بيت ويشتغل هو أو أولاده ويعيل أسرته شهريا، أفضل من أنه يرجع إلى منطقة لا بها خدمات، لا كهرباء، لا انترنت، لا مياه، لا ما شابه ذلك. ناهيك عن الطرق الغير معبدة، الوضع المعيشي مختلف، طبيعة المنطقة أصبحت متغيرة جغرافيا من حيث أنه يعني تهدمت أكثر معالم هذه المدينة بسبب الحرب إلى ما شابه ذلك. بالإضافة إلى أنه الحكومة في بعض الأحيان لم تفي بمسألة منحة العائدين أو منحة العودة، يعني أكو أسماء حصلت على أموال رجعوا، وأكو أسماء ما حصلوا ورجع إلى أرضه حتى يبدي يعيد الزراعة، يبدي يعني يحاول أنه يعود يمارس حياته الطبيعية. تفاجأ أنه الحكومة شبه متخلية عن هؤلاء الذين رجعوا إلى مناطقهم، وبالتالي فأصبح المواطن يفكر اليوم عندنا مشكلة أساسية أنه يترك المدينة اللي إجى عليها بعد النزوح وينتقل إلى منطقة أخرى، ربما نوعا ما عاش بفترة محددة بأفضل من حال هو كان عليه، يعني عنده واحد من أولاده وهو يشتغل في أي وظيفة خارج بالقطاع الخاص، طبعا خارج المدينة، ويأجر لبيته ويعيش وعائلته بخير وأمان مع توفر هذه الخدمات في هذه المناطق. وطبعا هذه الحالة هي تشملها محافظات إقليم كردستان اللي بها نوعا ما من الخدمات ربما 95% متوفرة، عكس المحافظات الأخرى اللي ما تساوي حتى نسبة وجود خدمات، سواء كانت خدمية، علاج، أسواق إلى ما شابه ذلك، طرق معبدة، كهرباء، ما متوفرة في إقليم كردستان. يعني إذا ما نقول إحنا كمواطنين، خلينا نقول اللي يسكنون في هذه المناطق ربما يقولون إحنا نسبة المعيشة والخدمات متوفرة بشكل يعني نقول 90% 95% إلى أكثر ربما. بعض المناطق إحنا بمحافظاتنا ما عندنا هذا الشيء موجود حقيقة، يعني المياه عندنا مشكلة، مياه الإسالة، يعني خطوط المجاري، عندنا مشكلة مع الكهرباء، عندنا مشاكل مع الصحة، عندنا مشاكل مع التوظيف، عندنا مشاكل بالطرقات، الأوبئة الموجودة، كل ذلك موجود احنا بمحافظاتنا، لذلك هذه مشكلة أساسية. إذا عندنا مشكلة اقتصادية وعندنا مشكلة أمنية.
هذه أسباب دعت للنازحين أنه يبقون خارج هذه مناطقهم. قبل أيام تم عقد مؤتمر في مناطق احنا نعرفها بها مشكلة بالنزوح ومشكلة بتواجد المواطنين اللي هي جلام الدور ومناطق أخرى من قضاء الدور بمحافظة صلاح الدين. هذا المؤتمر الأمني اللي عقد بين قيادة عمليات صلاح الدين وجهاز الاستخبارات والأمن الوطني والحشد الشعبي وقيادة الشرطة أجمعوا كلهم على بعض القرارات وبعض المواضيع، التقوا بعدد من مشايخ وشيوخ ووجهاء مدينة الدور، صار حديث مثل ما يقول احنا اللي عندك واللي عليك اللي لك واللي عليك، صار هذا الكلام بحيث وصلوا إلى طريقة أنه بعض القوانين يجب أن تنفذ من ضمنها عودة النازحين. لكن بعض المواطنين قالوا احنا عندنا تخوف من وجود بعض الجهات، وهذه الجهات هي ربما مارس عملية اعتقال واحنا نخاف. الجهات الأمنية طمنت المواطنين قالت خلاص اطمنوا انتم كل شيء ما عندكم بعد. اللي عنده خلل بالموضوع أمني احنا نعرف شلون نتصرف نتعامل وياه، أما اتهامات من هنا وهناك هذا شيء ما موجود عندنا، اطمنوا فعيشوا حياتكم بسلام. راح نروح إلى محافظة العفو إلى صلاح الدين وقضاء الدور، راح نشوف هذه الأجزاء من المؤتمر الصحفي لبين ما احنا نحاول نجري اتصالاتنا مع عدد من المعنيين هناك حتى نشوف شنو المشكلة الأساسية بقضاء الدور، شنو أساسهم، ليش لحد الآن مراجعين، شنو مشاكل الفلاحة اللي موجودة عندهم، حتى نعرف هذه الإشكاليات اللي موجودة هناك. الآن هذا مؤتمر هو يتحدث به قائد عمليات صلاح الدين، خلينا نعرف الرجل شنو دا يحكي بهذا الموضوع. بهذه المناسبة نذكر كل شهدائنا الأبرار الذين روى دماءهم الأرض العراق الزكية وكذلك جرحانا، وندعو الله سبحانه وتعالى أنه يمن عليهم بالشفاء العاجل. احنا حقيقة فرصة سعيدة أنه نلتقي بشيوخنا في قضاء الدور، وإحنا يعني حاضرين لأنه نقدم لكم أي مساعدة، وعندنا عمليات يعني إن شاء الله مستقبلية ضمن هذا القاطع لغرض ثابت آخر داعش في هذه المناطق، لأنه أكو مناطق زراعية إحنا نريد أن الكل تزرع والكل تشتغل وكل من يعود إلى ديرته، القرى كلها ترجع، ما نريد واحد يبقى مهجر. هذه سياسة الدولة، والسيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة يؤكد على يعني إغلاق كل المخيمات وكل من يرجع إلى دياره. فإن شاء الله إحنا عازمين قيادة عمليات صلاح الدين وقيادة عمليات المشتركة إعادة كل العوائل إلى ديارها، وتشوفون أنتم عمليات إرادة النصر التي بدأت في عمليات صلاح الدين ضمن تواجد العناصر الإرهابية، وعندنا كل أسبوع تقريبا نختم 3 إلى 4 إلى 5 من عندهم ومن المناطق اللي هم يتواجدون بها، والمناطق اللي تعرفونها أنتم المناطق الجبلية مفحول وحمرين ومنطقة الجزيرة. احنا حقيقة نأكد احنا شيوخنا الأجلاء احنا العراق مجتمع عشائري، فعشائرنا هم الأساس واحنا وهم سند للدولة وسند للأجهزة الأمنية، ما ممكن نتجاوز شيوخ العشائر لأنه سند الأساس لبناء الدولة العراقية وبناء المجتمع العراقي هم العشائر. احنا نوصيكم حقيقة ب يعني الشباب خاصة هاي المرحلة لغرض محاربة هذا الفكر الإرهابي زين التخريبي بكل شيوخ العشائر، كل من يسيطر على عشيرته ويسيطر على عائلته وكذلك رجال الدين من خلال الخطب والمحاضرات الدينية أنه يحاربون هذا الفكر الإرهابي التخريبي. النقاط الأخرى كلها إن شاء الله بسيطة وتتعرفوها، أنه المناسبات ما نريد أحد يرمي لأنه هذا الرمي هو ترى حالة مو صحيحة، ممكن ينجرح مواطن بريء، ممكن ينقتل مواطن بريء، يشوفون هل يصير باقي المحافظات. احنا الحمد لله وشكر في محافظة صلاح الدين وبالتحديد تكريت ومناطق الدور والمناطق القريبة على قضاء تكريت بالتحديد يعني ما بها هاي الحالات، لكن احنا نذكر اخواننا وشيوخنا الاجلاء بهذه الحالة. كذلك الحالة الاخرى محاربة المخدرات يعني واضحة البيانات. الرجل قائد عمليات صلاح الدين قال بأنه احنا
مع عودة النازحين، احنا مع دعم الاستقرار والأمن في قضاء الدور وفي محافظة صلاح الدين بشكل عام، بالإضافة إلى ظاهرة إطلاق العيارات النارية اللي تحدث عنها. طبعا كان جالس بجوار قائد عمليات، إذا ممكن زميلي المخرج مروان خلينا نشوف تكملة المؤتمر اللي تحدث به أيضا قائد أو يعني من جهاز الأمن الوطني، قائد جهاز الأمن الوطني أو مسؤول جهاز الأمن الوطني في صلاح الدين، وكذلك قيادة قائد من الحشد الشعبي. فكان هناك يعني بعض الملفات تم مناقشتها بهذا المؤتمر اللي راح نرجع عليه بعد تباعا، راح نعيد المؤتمر بشكل كامل بنهاية الحلقة إن شاء الله. طبعا الآن يعني خلي نعرف إحنا الأسباب، المواطنين قالوا إحنا عندنا إشكالية، خلي نروح من 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 أساس يعني الخطوة الأولى. إحنا دائما مثل هذه المناطق تكون هناك قيادات تابعة للحشد الشعبي هي من تمسك زمام الأمن في هذه المناطق. طبعا تكون عمليات موجودة مشتركة، مثل إحنا عندنا سامراء اليوم كانوا هما سرايا السلام، اليوم عندنا في قضاء الدور أيضا من الحشد الشعبي هم من يمسكون الملف الأمني، وعودة النازحين وما شابه ذلك وحركة المواطنين هي معنية بتحركاتهم لضبط الأمن في هذه المناطق. راح نروح إلى السيد لطيف الهاشمي اللي ينضم ويانا يعني الآن عبر الهاتف. سيد لطيف مساك الله بالخير في برنامج أصداء الشارع. أهلا وسهلا بكم، مساء النور أو أهلا وسهلا لقناتكم الكريمة، حياكم الله ونتشرف بكم. شكرا جزيلا. بداية يعني احنا عندنا مشكلة أساسية، الحديث أو المؤتمر الأمني اللي عقد قبل أيام يعني بالمحافظة قال أنه احنا ما عندنا إشكالية مع أي شخص بملف الأمني، احنا مع دعم واستقرار المدينة وكذلك يعني في قضاء الدور. حدثني عن الملف الأمني بشكل عام بقضاء الدور، وبعدين راح نجي تباعا إلى وضع النازحين والدعم الخدمي اللي قدمه الحشد الشعبي للمواطنين. تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم احنا كقوات امنيه في ماسكه في قضاء الدور احنا ويا القانون ويا الدوله، واحنا نخضع للقانون، شك توجيهات تجينا من القانون والدوله احنا ننفذها. اليوم احنا في قضاء الدور الوضع مستقر، هو واطراف القضاء والحمد لله والشكر مستقر من الامن وجهود المبذوله من القوات الامنيه من الجيش والشرطه والحشد الشعبي كل القوات الموجودة. نعم. طيب بخصوص عودة النازحين سيد لطيف، أكو إشكالية لحد الآن، أكو بعض العائلات ما قدرت ترجع إلى قضاء الدور، شنو الأسباب رأيكم؟ شنو اللي يعيق إعادة هؤلاء أو إعادتهم إلى مناطقهم؟ اليوم إحنا في قضاء الدور أو في محافظة صلاح الدين عوائل الدواعش او حصون الدواعش اليوم القانون اليوم اليوم اي منطقة الموجودة محافظة صلاح الدين اليوم العائلة داعشي، واحد من عائلة داعشي تتكون من سبع نفرات. نعم. سبع نفرات عندهم واحد داعشي وستة ما عندهم شيء، هل يستولي يعلمون او الذين لا يعلمون؟ الله سبحانه وتعالى يقولها. زين. احنا ما عندنا مشكلة، القانون هو ياخذ مجراه. اليوم اكو عندنا محاكم وعندنا قضاءات وعندنا اليوم استخبارات الهدهور واستخبارات الحشد الهدهور، كل من متهم ويثبت ايده ملطخه بدماء شهداء وابرياء هذا ينخضع للقانون. زين، احنا كنا مع هذا الامر. نعم. مشكله النازحين اليوم كل من يرجع لبيته، واليوم احنا من بدينا بالبدايه التهوية ورجعة العوائل اللي هو مطلوب يرجع. نعم. طيب زين، يعني مساله تشابه الاسماء، مساله اللي مثلا نشك بشخص او شبهه او ما شابه ذلك، شلون يقدر المواطن يعرف انه هذه التفاصيل حتى نكون واضحين؟ القانون موجود. اليوم اسمه مطلوب رباعي بالحاسبه، موجوده الحاسبه مشكلها عن طريق يعني عن طريق معلومات ومصادر وشهود ومحاكم لنفذ القرار هذا اللي تشابه اسماء رباعي
هسه الكتاب الجاي اسمه الرباعي، اما اسم الرباعي واللقب واسم والدته والرباعي واللقب كذلك، اذا طبق عليه القانون ياخذ اجره. طيب طريقة التنسيق بينكم انتم بالحشد مع قيادة العمليات مع شرطة القضاء مع جهاز الاستخبارات، كيف تكون كيف تسير هذه العملية الحالية؟ شلون يقدر المواطن يتواصل معكم حتى يعني من الممكن انه نخلص من ملف النزوح هذا القصد يعني؟ اليوم المكاتب يعني ما اعتقد يعني اليوم احنا صعبة توصل للمسؤول. يعني ما هو صعبة، مكاتبنا مفتوحة، مقراتنا موجودة، الاستخبارات، الأمن، المكافحة، يجي يراجع المطلوب، يسلم ابنه للعدالة والقانون هو ياخذ مجرى. أما ما مطلوب ويجي ما لنا علاقة، القانون ده يمشي ويسعى الكل. احنا اليوم القانون لازم المواطن يتعاون ويا الدولة والمطلوب يسلمون ابنهم المطلوب للقضاء، والقضاء هو القضاء عادل وينجاز به. يقولون اكو بعض الحالات دا تصير اكو عمليات يعني اعتقال مثلا اخذ على الشبهة، موجودة عندنا بقضاء الدور ولا ماكو سيد؟ الحمد لله والشكر قضاء الدور متكاتفة بعشائرها بقواتها الامنية مناطقها كلها اطراف الدور كلهم متعاونين الحمد لله والشكر. قضاء الدور هادئ وماكو اعتقالات وماكو تشابه اسماء، لان احنا القوات الامنية متساعدين ويا المواطن والمواطن متساعد يعني. هذا دليل يدل على التعاون مع القوات الامنية. طيب عندك رسالة تحب توجهها للمواطنين او النازحين خاصة مع العشائر الفلاحين؟ اليوم لازم يتعاونون ويا القوات الامنية. اللي صار قبل 2014 لليوم هذا احنا ندعي للمواطنين جميعا ابد ما ينسوه. ليه ينسوه اللي صار بينا؟ التهجير، بيوت تفلشت، ناس اعتقلت، ناس انفقدت، ناس الشهداء، دم الشهداء، الجرحى، هاي الاراضي رجعت مو بالسهولة، كل شبر بالعراق انصدم يلا رجع. نريد نرجع على هذا المربع، اريد المواطنين يتعاونون ويا القوات الامنية، تليفوناتنا موجودة، مكاتبنا مفتوحة، اي معلومة يحسها او يسمعها بنظرة بسيطة احنا عندنا كبيرة. مو بس ثاني المكافحة، الاستخبارات، الحشد الشعبي، الجيش يتعاون ويا القوات الامنية الموجودة، اقرب قوة موجودة عليه يروح يبلغهم وهم ياخذون الاجراء. طيب انا اشكرك سيد لطيف الهاشمي من حشد محمد الدري بقضاء الدور، شكرا جزيلا لك. يعني الرجل بين أنه هناك تعاون كبير بين القوات الأمنية والتنسيق عالي المستوى بمسألة حفظ الأمن في قضاء الدور. هناك تحركات أيضا على صعيد عودة النازحين، فيما دعا أيضا إلى ضرورة عودة تلك العائلات خارج المدينة وإعادة ممارسة حياتهم الطبيعية داخل قضاء الدور بشكل سليم ولم تبقى أي إشكاليات هناك في القضاء. هناك عمل أمني مشترك لحماية المدينة، الكل مع القانون بتنفيذ القانون أيضا ضد من أدين بالإرهاب وأدين بعمل جرم أو بعمل إجرامي آخر عفوا. وبالتالي فإن عملية إعادة هؤلاء إلى مناطقهم أصبحت ضرورة. أنا قبل كنت أريد أروح إلى قضاء العالم، خلي أرجع يعني أو خلي انتقل عفوا إلى قضاء العالم حتى نربط الموضوع بين العودة وبين الفلاح اللي دي يطالب بحقوق وهذه الإشكاليات الأساسية. أريد نسلط الضوء على عدم تمتع المواطن بكامل الامتيازات بكافة الامتيازات بعد أن رجع إلى مدينته كيف يتعامل اليوم. فإحنا أريد نركز اليوم على شكل أساسي هي الملف الاقتصادي
والخدمي أيضا بشأن إعادة النازع. راح أروح إلى قضاء العلم ونشوف بعض المواطنين كيف تحدثوا أن هم فلاحين سوقوا المحصول لحد الآن ما حصلوا شيء لحد هذه اللحظة. هذا راح شو يسوي؟ راح يولد عندنا حالة بأنه المواطن اليوم عليه أن يفكر بالرجوع من هذه المدن، راح يهجر الزراعة، وهذا أساس خطأ كبير في عملية إعادة الحياة إلى المدن. خلينا نشوف المواطنين، زميل المخرج يعيد لي إياها. بالنسبة لمستحقات المسوقين لعام 2014 كانت متوقفة بأمر من رئاسة الوزراء لأسباب أنه سقوط المناطق بيد داعش. مجمع حبوب العلم أو منطقة العلم شملها القرار مع سقوط العلم، صار لغاية اليوم 23/6/2014 حصلت الموافقة من وزارة من رئاسة الوزراء، حولت إلى وزارة التجارة. الآن الموضوع في وزارة المالية على متخصص التخصيصات المالية، نطلب ما يقارب 6 مليارات كمستحقات فلاحين للموسم التسويق 2014 بعد 9/6. إذا طالبون التسديد نسدد. الموضوع قائم لحد الآن في وزارة المالية حول التخصيصات المالية، كموافقات انتهت، باقي بس على التخصيص المالي. وشكرا. حسين محمد فرحان، مدير مجمع حبوب العلم. تسويق موسم 2014 قطعوا حصة الفلاح من يوم 9/6، انما يوم 9/6 هو ماكو داعش، يعني صلاح الدين بها القوات الامنيه ومحرره كامل وماكو اي اشكال. انا عندي صك 10/6 باسمي بسالة الحجاج، وجل مبلغ ووزعوا البعض الفلح، وبعض قالوا لهم انتظر الرصيد اللي يجي، وبعض الفلح يوم 11 ما ينطونها، يقولون انتم معتبرينها ويا سقوط المواصل. وهسه عاني من هذا الموضوع، بيكم نقش تسوون لنا شيء لو بس اعلام. اريد فلوس، اريد حقنا. هذا هو سعد مشعان حمود. احنا فلح قضاء العلم نطلب الحكومه وزاره التجاره بمستحقات الفلاحين العام 2014 لحد الان ما سلمونا هنا قبل داعش، لحد الان ما انطونا فلوسنا، وننتظر الحكومه بلشي تحترف علينا بلشي، والفلاح وضعه تعبان ومكفور به ومحتاج، وهذا كلها كل سنه أسنت تجي. والسلام عليكم. محمود الجمال الجبوري احد فلح العالم. يعني شفنا احنا مشاهدين حقيقه هذا الموضوع، هذا جانب نقلناه من معاناه المواطنين، طبعا سواء كانوا في قضاء العلم او من الفلاحين اللي موجودين من الدور او من سامره او ما شابه ذلك. هذه مشكله اساسيه احنا سبق وناقشناها، لكن هذا الموضوع راح نتناقش به بشكل اوسع وبشكل اكبر ونتعمق بالموضوع ونعرف حيثيات تاخير دفع مستحقات الفلاحين، ما هي الأسباب اللي أدت إلى تأخر دفع المستحقات للفلاحين. راح نرجع مرة ثانية إلى قضاء الدور، خلينا نرجع إلى قضاء الدور اللي هو محورنا الأساسي في هذه الحلقة. أهالي الدور قالوا إحنا نريد نرجع، وقالوا إحنا نريد نرجع نمارس حياتنا بالزراعة وحياتنا اليومية الاعتيادية. يعني يا ريت زميل المخرج خلينا نرجع نشوف المواطنين شنو قالوا، قد يعني محتاجين بدعم من الحكومة حتى يحصلون على طريقة إنهاء مشكلة أساسية. الفلاحين أو المواطنين أو وجهاء مدينة أو قضاء الدور هم من تحدثوا حول موضوع مهم ومطالبتهم بضرورة، يعني هذه خلينا نشوفها زميل المخرج، نعرف المواطنين بعد ما عقد مؤتمر أمني في القضاء المتمثلة بالشرطة. موضوع مهم في قضاء الدور هو قلة القوات الأمنية المتمثلة بالشرطة والاستخبارات والأمن والأمن الوطني. نطلب من الحكومة المركزية وحكومة المحافظة بزيادة أعداد القوات الأمنية المتمثلة بالشرطة وما يتبعها من مديريات، لأنه موجود شرطة الدور قليل جدا حاليا ولا يسد الحاجة، لأنه منطقة الدور منطقة واسعة وأرضها شاسعة تمتد إلى 4 محافظات: بغداد، ديالى، كركوك، الأنبار. منطقة واسعة. نطلب من الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين باتخاذ قرار من قبل السيد المحافظ وقبل السيد قائد العمليات بإرجاع كافة العوائل إلى مزارعها لتمارس عملها ويستتب الأمن والأمان في المنطقة.
الشيخ صلحي فيصل عبيد رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحيه في قضاء الدور. شكرا قناه سامر. عدة نقاط من الآن، النقطة الرئيسية هي عودة العوائل النازحة في القضاء وخصوصا جلام القضاء أو أطراف القضاء، يعني هي الأكثر نزوح. فيجب أولا كخطوة أولى أن يتوفر الأمن، يعني يستتب 100% زيادة، يعني طالبنا بزيادة القوات الأمنية وتوفير الأمن بالدرجة الأولى. بعد ذلك يعني طالبنا ايضا بعوده العوائل النازح وخصوصا المناطق يعني الاراضي الزراعيه والفلاحيه، لانه قضاء الدور هو من اكبر الاغذيه، يعني اغلب اهله يزاولون يعني مهنه الزراعه. فاملونا يعني خير ان شاء الله غاده العمليات، انه هناك عمليات قريبه انه توفر الامن ان شاء الله 100% مع زياده القطعات. المرحله الاخرى ان شاء الله يعني ارجاع العوائل وخصوصا العوائل يعني الفلح. والله تعاون المواطن يعني حقيقة تعاون جيد وتعاون ملحوظ وتعاون يعني أبد، يعني متواصلين على طول. فيعني من مصلحة المواطن أنه تعاون من الجزيرة لتحقيق الأمن، لعادوا إلى أراضيه لزراعته. يعني مثل ما ذكرنا قبل قليل، حتى وجهاء المناطق و شيوخ منطقة الدور قالوا بأنه كل مع دعم الأمن والتعاون أيضا وضرورة التنسيق بين المواطن وبين حقيقة بين الأجهزة الأمنية، هذه أساس ببناء التكوين الأمنية الموجودة والمنظومة الأمنية الداخلية لأقضية والمدن. اللي دا يحدث الآن هو مجرد بقاء عدد من المزارعين خارج مزارعهم. الأسباب هي أنه ربما في بعض هذه المناطق في جلام الدور قد تكون فيها إشكاليات أمنية، تبسط بعض الجهات الأمنية سيطرتها على هذه المناطق، قد تكون هذه هي من ضمن الخطط الأمنية المتبعة لحماية المدينة وحماية أطرافها وحماية مراكز المدن من خلال السيطرة على هذه المناطق. بالتالي فإن عملية السيطرة الكاملة أمنياً على هذه المناطق سيؤدي إلى حفظ أمن واستقرار مدن أخرى ومناطق أخرى. المواطن يقول أنا إذا كان يعني اتصالي بهذه المنطقة عن طريق الزراعة وعن طريق حفظ يعني هذه الأرض من خلال التسويق ومن خلال المحصول ومن خلال العودة إلى الزراعة، يعني هو الرجال الفلاح أو الإنسان هو من الفلاحين الطبقة اللي تخدم هذه المدينة وتخدم المجتمع وتخدم أيضا تدعم الاقتصاد العراقي والاقتصاد المحلي، ناهيك عن الترويج الأكبر للمنتوج المحلي اللي إحنا اليوم بأمس الحاجة إليه. طبعا كلنا نعرف أنه هناك محاصيل زراعية كبيرة سواء من الحنطة والشعير ومن الخضروات والفواكه، هناك العراق بحاجة كبيرة إلى مثل هذه المنتجات، وتحريك عجلة الزراعة في البلد هي ضرورة في الوقت الحالي، والسبب الأساس هو للقضاء على البطالة وإعادة الحياة كما كانت عليه سابقا. أما بقاء مثل هذه المناطق هي متروكة، وترك هذه الأراضي الشاسعة والأراضي والتربة الخصبة التي هي مهمة في دعم كل بلد واستقراره ليكون العراق دولة مصدرة للمنتجات الزراعية والعفو للمحاصيل الزراعية وليس فقط هو مستهلكا للمحاصيل الزراعية. ما جرى ربما في قضاء الدور من مؤتمر أمني موسع ضم عدد كبير من القيادات الأمنية كما ذكرنا قبل قليل، وأيضا وجهاء مدينة الدور تناولوا ببعض التفاصيل، تناولوا ببعض القضايا. كان أساس هذا الأمر هو عودة ما تبقى من المزارعين خارج المدينة وإعادتهم ليزاولوا عملهم الزراعي والعودة إلى أراضيهم، وهذا الأمر هو أساس في بناء المناطق وبناء الدولة، وكذلك ما ذكرنا بدعم الريع في المناطق. راح نشوف الجزء الثاني من المؤتمر اللي راح يتحدث به القائد في الحشد الشعبي، ثم يتداخل معه أحد القيادات الأمنية في الأمن الوطني وما شابه ذلك من قيادات أمنية كبيرة عقدت هذا المؤتمر، لنشاهد سويا هذا المؤتمر ثم نعود إليكم مشاهدينا. قضية عودة العوائل، هذه
هاي ان شاء الله اجينا عليها وتبنتها جهات اعلى من الحكومه. احنا ما نبنى. هذه جهات مركزيه اكو تبنتها وقضيتها محسوبه. قضيه المزارعين اتحدى ويا ريت اسمع من عندكم يقول واحد احنا بنقنا من ارضه اذا ما كان في الدافع امني او كانت منطقه بعيده خليه يروح هو يقعد فيها بس هو يتهدد امنيا. واذا كان اكو منع من هذا القبيل يا ريت يقدم لنا المعلومات الكافيه وتطلع مطارز استطلاع للمنطقه ويروح يمارس الدور مالته في الزراعه ما حد يمنع. هاي خلي تكون ببالكم والطرق لها حد صاير يعني المردود ما شاء الله ما تنعم اللي صار ما جاي من فراغ اكيد صار في وضع امني وتعاون من قبل الجهات المختصه وتسهيل وقضاء حتى احنا ساهمنا باطفاء الحرائق اللي صارت بالمزارع وعاونناهم شيء يعني هذا واجبنا خلينا نقول مو متفضلين احنا عليكم لا والله احنا جينا لخدمه هاي المنطقه الما تكليفنا الشرعي ينتهي نقول لكم في مالنا هاي اثنين السلاح حجنا العزيز تطرقت له جاي يشوف اللي بالمدينه هنا قبل المسؤول يطلع ضرب طلقات بالاعراس وما اعرف شنو ممنوع هذه ممنوعه جاي احنا احكي فيها يعني جاي شوي نتغاضى عنها بس لا اسمح لي نشدد احنا عمي بس ما نخلص من تليفوناتكم ما نخلص من تليفوناتكم يا معود يا ابو الغيره هاي كلها معروفه كلها معروفه احنا نتخذ باجراء بس هم يقول لك لكل خادم الكرامه زين من يخاف فلان وفلان وفلان اسمح لي بس مره اي واحد يرمي حيارات ناريه اقسم بالله العظيم الحال محاكم انكسر لان هذا اللي جاي بسيارات ناريه جاي يروح مجتمع كامل اكو مره مريضه اكو رجل بيه سكر اكو طفل يخاف فانا ما اسمح الواحد هذه طبعا انا ما اعتبرها مرجله بالعرس وطلع في كيسين وقال لي طلقات خلينا من الجداعش طلعهم قاتل بيه كان حين تريد يفزع ما تريد يفزع النفاق شين يدري مثل ما سوينا تكريم الان منطقه منزوعه السلاح راح نجي الدور مليون راس صدام مهما على شان المطلقه بالدور اقسم بالله العظيم راح يكون كبار عدو زين لان امن الناس خط احمر امن المجتمع خط احمر وما نسمح لاي واحد يتجاوز على امن المواطن هذه تدخل في قضيه ارهاب المجتمع الارهاب الممنهج هذا مهما يكون ابو من هو ابو يكون بالدوله يعتقل زين هاي وحده انت تروح لاي منتسب من عندنا يقول للمواطن وكلمه ولك ما نسمح المواطن خط احمر له حقوق وعليه واجبات بابنا مفتوح لكل الشكاوى ان شاء الله ماكو شكاوى تسهيل الامور موجود من اللواء باب اللواء مفتوح شيء ثاني المزارع الجلام واكثر اغلب الجلام احنا سامحينهم يقتني بندقيه اي واحد يحتقر واللي يقول خلاف ذلك خلي يجاوبني هسه حتى لما تطلع مداهمات من الصين مداهمات وينوخذ السلاح من عندنا خلي يكون ببالك يرجع يراجعنا عليه يرجع كله مؤشر العواحد من يجي هذا بالجولة من يحامي يقول احنا بلحق له لا العدو يفتاك فترات يعني يغدر عدوه غدر اكو نعتب على المواطن بتوصيل المعلومه خلي يوصلها بصوره صحيحه يعني هل من المعقول احنا سمحنا للصيادين وفق ضوابط ينزل للشط يسترزق ما نمنع هذا رزقه يعني عائله هل من المعقول اكو مضافات بالحوائج ما يدري فيها وما يبلغ عليها؟ بس خليني اقول لكم وحده امن القضاء اذا يتهدد احنا جيش خيمنا ونبنا بالجول امن القضاء اذا يتهدد انتم تدللوا تنضربوا ما نريد ان شاء الله هذا الموضوع مفروض منه ما نريد نرجع للمربع الاول والعالم تعبت تعبت فقدت ابنائها فقدت المال بيوتها عوضت ان شاء الله بس خلي نبدا صفحه جديده من 2014 لحد الان ان شاء الله هسه احنا بال 2019
يعني شفنا هذا الجانب من المؤتمر حقيقة بدون مونتاج، هذا الجزء من المؤتمر الأمني الذي عقد أو الاجتماع الأمني الذي عقد في قضاء الدور مع عدد من وجهاء قضاء الدور. اللي جرى داخل هذا الحديث هو بعض الأمور المكاشفات، خلينا نقول اللي صارت بهذا المؤتمر، هي في الحقيقة أنه قيادات الحشد إلها أولويات وإلها أساسات وضعتها تتعامل مع المواطن. قائد الحشد يعني قالها بكلمة، قال اليوم اللي يعتدي على مواطن ولو بالكلام، حتى الكلام الغير مؤدب، يعني اللي يقول له مثلا فلان ولك حشاكم الله وأجلكم الله مشاهدينا، أنه كيف تتعامل مع المواطن بهذا الأسلوب؟ أنت اليوم رجل مسؤول أمني أو رجل أمن لضبط الأمن، مو أنت أجيت حتى تعتدي على المواطن وتهين من قيمة المواطن وتريد تستغل مكانتك، وهذه شفناها موجودة في بعض رجال الأمن للأسف، يتعامل مع المواطن بنظام عسكري، وهذا خطأ. النظام العسكري هو فقط داخل الوحدة العسكرية، أما النظام المدني كيف تتعامل مع المواطن هذا نظام آخر يختلف تماما. المواطن اللي ما عنده أي إشكال وما عنده أي تهمة وبريء من كل شيء ولم يرتكب جرم ولم يرتكب خطأ، يتم التعامل معه بأسلوب لين وبأسلوب محترم، مو أنت تجي تتعامل معه بعنف وتتعامل معه كأنك أنت داخل وحدة عسكرية تتعامل كضابط مع جندي، وهذا التعامل هو أيضا مرفوض بين الضابط وبين الجندي، ولكن إذا كان هناك سوء بالتعامل وبالتصرف فهذا سينعكس حتما على الشخص الذي أساء مع المواطن. هذا جانب أساسي. إذا ضبط السلوك بالتعامل مع المواطن من قبل رجل الأمن سواء كان في الشرطة سواء كان في العسكرية سواء كان في الحشد الشعبي، هذا أمر لا بد منه، وكل القوانين وكل القيادات الأمنية في العراق بكل أشكالها وصنوفها هي مع احترام المواطن وله الأولوية بكل شيء. احنا في بعض الأحيان في بعض الطرق كنا نسير في بعض الطرق نشوف اكو ازدحام موجود، هذا في بعض السيطرات. الازدحام لما تجي انت تشوف سيارات 4-5 سوية يمشون الى ان يصلون الى منطقة قريبة من الشرطي اللي واقف، هو فقط واحد وفاتح سير واحد فقط، وسبب ازدحامات كثيرة، والمواطنين اللي بيهم مريض واللي بيهم تعبان واللي عنده أمر آخر يعني مستعجل كلهم راح يتأخرون. ليش هذا التعطيل؟ ليش عدم ما عندنا احترام للوقت؟ وهذا أيضا سبب آخر بإشكالية داخل التعامل. إيش ده يولد؟ يولد بأنه يكون أكو نوعا من يعني خلينا نقول المواطن يجوز يأخذ بقلبه على العسكري، يعني بتذمر، يقول ليش ما تفتحون طريق آخر؟ يرد عليه يقول له والله هذا طريق مخصص للعسكر أو خط عسكري أو الخط آخر. هذه هي بعض التفاصيل. الأمر الآخر اللي تحدث عنه أو تحدثت عنه هيئة الحشد في قضاء الدور، قال إحنا ما عدنا اليوم أمر اعتقال لأي شخص مثل ما يقول احنا هيجي ناخذه، ولكن امر قضائي، ولكن ايضا يكون من خلال يكون عنده جرم مشهود احنا نقدر نعتقله، اما اعتقالات اخرى فما عندنا هذا الامر بعد، خلص يعني انتم اطمنوا ما عندنا اي اشكال ولا هذه المخاوف هي اصل لا اساس لها من الصحه. الجانب الاخر اللي احنا ردنا نتكلم عنه اللي هي مساله الفلاحين اللي تحدثوا شيوخ ووجهاء ومسؤول الجمعيه الفلاحيه في قضاء الدور، قالوا احنا اليوم لازم انه نعيد امجاد الزراعه في قضاء الدور، لانه هذا هي الاساس في الدوله. فعلا العراق هو بحاجه الى مثل هذه الوقفات، هي مساله بناء المنظومه الزراعيه واعاده الشكل الزراعي الحقيقي على ارض السواد كما كانت تلقب سابقا العراق من كثر الخيرات اللي موجودة، يعني حينما تأتي من الشمال إلى الجنوب أرض وتربة خصبة للزراعة في كل مناطق العراق فيها نوع معين من الخضروات
والفواكه والحنطة والشعير. الأيام اللي مرت رغم أنه كانت هناك حرائق، رغم كانت هناك مثلا اعتداءات على الأراضي الزراعية، المحاصيل الزراعية، تأثر بها الفلاح بشكل أساسي. لذلك الفلاح رجع مرة أخرى ويطالب بضرورة إعطاء الأموال والمستحقات من خلال تسويقه اللي احنا عرضناها قبل قليل، وراح نعيدها مرة أخرى حتى أن تكون واضحة عند المسؤول، اللي هي مسألة مستحقات الفلاحين. هذه كلها دوافع اقتصادية تحاول ببعض العائلات النازحة أنه تفكر بقائها خارج منطقتها بعيش آخر وبحياة أخرى مختلفة تماماً عن إذا ما فكر يرجع إلى منطقته. بعض الفلاحين اللي كانوا موجودين في أراضيهم، الأراضي اللي كانت الزراعية اللي يمتلكوها أصحاب الأموال في محافظات مختلفة، هو عائلته فقير، هو فلاح، أيضا راح يحاول أنه يبحث له عن مزرعة أخرى أو أرض زراعية أخرى يرجع يشتغل بها وعائلته. وفعلا كانت هناك عائلات تسكن مناطق متفرقة من المحافظات، فكيف نفسه وعاش هذه الطبيعة بأجواءها كما كان سابقا، واستقر أمنيا واستقر معنويا وماديا ربما. فلذلك عملية إقناع الفلاح تحتاج إلى دراسة قوية ودعم اقتصاد كبير من قبل الدولة ماليا، وبالتالي حتى نثبت هذه الدعائم الاقتصادية والمالية للزراعة، فعلينا أن نقدم ما يستحق الفلاح، سواء كان بدفع المستحقات السابقة أو بدفع أو تقديم الدعم الكامل للفلاحين ليعودوا إلى عملهم السابق. هذا كل ما يمكن أن نشير إلى في حلقة هذا اليوم من برنامج أصداء الشارع. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل في الإخراج مروان غالب، وفي هندسة الصوت أيضا والكاميرا الأخ العزيز علي، وبقية الزملاء. شكرا لكم وإلى اللقاء.